بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي وجدتها في البيئة. طبعا هذه أحد العينات التي وجدتها في البيئة ودرستها في السابق. طبعا هذه العينة عبارة عن عظمة متحجرة عمرها لا يقل عن 10 سنين، 10 مليون سنة، طبعا مكسورة من هنا. قد ترجع إلى أحد المخلوقات التي كانت تعيش في الجزيرة العربية. طبعا نعرف من هذه العظمة المتحجرة أنها يعني ترجع إلى مخلوق متوسط الحجم، يرجع إلى نوع من أنواع الثدييات مثل ما تلاحظون. طبعا هذه العينة وجدتها في منطقة العيون المتواجدة في الأحساء. طبعا مكسورة هنا، مفروضة تكتمل لكنها مكسورة، وطبعا متحجرة وعمرها لا يقل عن 10 مليون سنة. وأيضا اكتشفت فيها بكتيريا وميكروبات كثيرة جدا في المنطقة. طبعا حصل استبدال بين خلايا المعادن، الخلايا العظمية بخلايا بنواة بذرة خلايا المعادن. طبعا أنا أنصحكم بدراسة يعني نوع أنواع الحفريات المتواجدة في العالم، كونها يعني من أجمل العينات اللي ممكن تدرسها في هذا المجال. يعني مجال علم الحفريات يعني مجال كبير جدا، كوني درست أكثر من 8000 عينة في آخر 9 سنين. وإن شاء الله راح نعرض لكم هذه العينات 8000 في مقاطع متعددة. طبعا درست عظام ديناصورات، وممكن ترجع إلى عظام عظمة أحد أنواع الثدييات. وأنا يعني من تشخيصي ودراستي لعدد من المخلوقات الحية وعظامها، ممكن ترجع إلى أحد أنواع القطط أو الذئاب. ممكن ترجع هذه العظمة إلى ذئب كبير جدا كان يعيش قبل 10 مليون سنة، أو نوع من أنواع القطط الكبيرة، أو نوع من أنواع المخلوقات اللي تدخل بين الفصيلتين. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أنواع العينات المتحجرة في الفترة القادمة.